جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لديهم عادة، شيخ صالح يقول، إذا جاء رجل من قبيلة أخرى يخطب بنتا من قبيلتهم، فإن ابن عمها يتمسك بها حتى ولو كانت البنت رافضة، ويرجوكم التوجيه. هذه من عوائد الجاهلية ومن ظلم النساء والعضل المحرم، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. فلا يجوز لأولياء المرأة أو لبني عمها أن يحجروا عليها الزواج إلا من قبيلتها أو من بني عمها. هذا من أمور الجاهلية، وهذا ظلم للنساء وعضل للنساء، فلا يجوز إقراره ولا يجوز العمل به. الواجب تأديب من يفعل هذا. إذا كان في سلطة المسلمين، الواجب على ولاة أمور المسلمين أن يؤدبوا من يعمل هذه العملية الجاهلية، وأن يزيلوا الظلم عن هؤلاء النسوة الضعيفات. نعم.